السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب المغربي ولائحة مارس. بطبيعة الحال جوج مراكز الممكن بطبيعة الحال الأقرب أنهم يكونوا بطبيعة الحال هاد اللاعبين اللي كنقول أنا مركز حراسة المرمى ومركز خط الدفاع. حنا اليوم في 24 فبراير، اللائحة بطبيعة الحال كنظن 17 يوم أو من 17 حتى 19 يوم وتصدر اللائحة ديال المنتخب المغربي المستدعات للقاءات مارس، لقاء أنغولا وموريتانيا يوم 22 و 26 مارس. لقاءات كبيرة غتكون صراحة بين منتخبين جد متطورين في إفريقيا، لا أنغولا ولا المنتخب الموريتاني. اللائحة بطبيعة الحال مركز حراسة المرمى ومركز خط الدفاع اللي ممكن تعزز المنتخب المغربي بطبيعة الحال في هذه اللائحة ديال مارس. وغنشوفوا بعد الأسماء اللي ما كانوش معنا في كأس إفريقيا، لأن ضروري تكون بعد الرتوشات على لائحة ديال المنتخب الوطني المغربي، ضروري لا جدال ولا نقاش أنهم خصهم يكونوا بعد الرتوشات الصغيرة على لائحة ديال المنتخب الوطني المغربي. الرتوشات خصها تكون ضروري لا جدال ولا نقاش في ذلك. إذن مركز حراسة المرمى ومركز خط الدفاع، هي أسماء في حراسة المرمى ممكن ثلاثة أسماء، وفي خط الدفاع ممكن ثمانية أسماء. بدأوا بحراسة المرمى، بدأوا بياسين بونو حارس الهلال السعودي، حارس اللي هو جد متمرس، حارس كبير وحارس صراحة اللي ما عندنا ما نقولوا فيه. نعم ماشي شي أخطاء ليا فادحة صراحة، واخا دخلوا الشباك ديالو ثلاثة ديال الأهداف، هدف من الكونغو وهدفين من المنتخب الزامبي، عفوا من المنتخب الجنوب الافريقي. اما المنتخب التنزاني والمنتخب الزامبي ما استقبلناش منه اهداف بطبيعه الحال، كنا المنتخب الزامبي فوزنا بهدف للاسف، ولقاء التنزاني فوزنا بثلاثه ديال الاهداف مقابل لا شيء. اذا ياسين بونو تعتبر من الحراس الجيدين ديال المنتخب الوطني المغربي، حارس كبير مشيو الحارس اقل وكان معنا بطبيعه الحال ياسين بونو، راح حارس ربعه لقاءات كاس افريقيا. نمشيو للحارس المهدي بن عبيد حارس فريق الجيش الملكي، كان معنا في كاس افريقيا بطبيعه الحال وما لعبش حتى دقيقه بطبيعه الحال في كاس افريقيا. المهدي بن عبيد اللي هو حارس اللي وجد متمرس كذلك في البطوله المغربيه، حارس كبير وحارس اللي مميز ديال المنتخب الوطني المغربي، حارس صراحه من الطراز الرافع الحارس المهدي بن عبيد اللي هو من الحراس الجيدين ديال المنتخب الوطني المغربي، حارس صراحة من خيرة الحراس اللي كاينة ديال المنتخب الوطني المغربي، حارس اللي صراحة مميز. مشيو عند منير المحمدي، منير المحمدي حارس فريق الوحدة السعودية، هذا كان معنا في كأس إفريقيا إذا وما لعب حتى دقيقة. إذا هادو ثلاثة حراس اللي كانوا معنا في كأس إفريقيا. منير المحمدي حارس صراحة حارس فريق الوحدة السعودي الأمشن السعودية، بعد أنه كان في إسبانيا وتركيا، ولكن في إسبانيا كان محرش في القسم الأول. حارس اللي صراحة حارس جد متميز، أنا في بزاف ديال الفيديوهات ديالي قلت اللي كنت أنا المسؤول على المنتخب المغربي، لاعب منير المحمدي كأساسي بدون نقاش ولا جدال في ذلك. إذا منير المحمدي من اللاعبين من الحراس الجيدين ديال المنتخب المغربي. اذا سالينا الحراس غنمشيو للدفاع، ونبداو بقلب الدفاع اللي ممكن يكونوا اربعه اللاعبين. نبداو باول واحد اللي هو عبد الكبير عبقال اللي كيلعب ديبورتيفو الافيس، وهذا كان معنا في كاس افريقيا وما لعب حتى دقيقه في كاس افريقيا. اللاعب عبد الكبير عبقال اللي كتحسب العناصر اللي صراحه اللي كنسمعوا في اسبانيا انه عنصر جد مهم في ديبورتيفو الافيس. حنا عارفين فريق ديبورتيفو الافيس ماشي شي فريق اللي هو قوي في اسبانيا، لا ينافس على البطاقات الاوروبيه او الليغا او بزاف ديال الحوايج بطبيعه الحال، لا ينافس بصفه عامه على المراكز الاولى، ولكن كيبقى انك تلعب في الدوري الاسباني شي حاجه كبيره، شي حاجه اللي هي مميزه صراحه، شي حاجه اللي هي فري مزيانه. نمشيو للاعب الاخر نايف اكريد 27 عام، لاعب اللي كان معنا في كاس افريقيا ولعب اربعه المقابلات، هذا لاعب صراحه من العناصر الجيده ديال المنتخب الوطني المغربي، عنصر مهم جدا نايف اكريد انه يكون معنا في المنتخب المغربي، لاعب صراحه كيقود الدفاع وكنحسبونه افضل مدافع في المنتخب الوطني المغربي، مدافع واعر بزاف صراحه، مدافع صلب ومدافع جيد ديال المنتخب الوطني المغربي، من المدافعين الرائعين نايف اكرت ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب قوي ولاعب جيد ديال النخبه الوطنيه وديال المنتخب الوطني المغربي،
بالعناصر المهمة ديال المنتخب المغربي. يونسف الحامد من العناصر الرائعة بطبيعة الحال ممكن يكون المنتخب المغربي، عنصر اللي هو ممكن يكون رائع، عنده مسيرة طويلة بطبيعة الحال في كرة القدم، ولكن مع المنتخب المغربي ما لعبش بزاف في المسيرة ديالو، مع المنتخب المغربي ما لعبش بزاف في كرة القدم بطبيعة الحال، مع المنتخب المغربي ما تناداش عليه بزاف المنتخب، كنظن واش ما داش حقه. وهناك وجهة نظر المدربين اللي كيجيو بطبيعة الحال كيبغيو المصلحة ديالهم، كيبغيو المصلحة ديالهم بطبيعة الحال ومصلحة المنتخب المغربي، وكيشوفوا الأفضل ديك الوسط كيناديو عليه، وكيكونوا بزاف ممكن يكونوا بزاف لاعبين عندك مزيانين وكي في مركز واحد، وانت من حقك تعيطين واحدة ولا جوج أو أربعة كاع في ديك المركز أو حتى خمسة، نمشيو للاعب جوج من فوق ماشي واحد بعدا، نمشيو اللاعب جواد اليميق اللي هو ما كانش معنا في كأس إفريقيا، اللي هو من العناصر الجيدة بطبيعة الحال ديال المنتخب الوطني المغربي، كان ورقة رابحة في المونديال القطري، كان من العناصر الكبيرة ديال المنتخب الوطني المغربي، كان لاعب جيد. لاعب جواد اليميق اللي كان معنا في كأس العالم وفي كأس إفريقيا ما كانش العناصر اللي يقدر يعتمد عليها المدرب وليد الركراكي في هذه اللائحة المهريس. مشيو للظهير الايمن اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، اللي هو من العناصر الرائعه بطبيعه الحال في الظهير الايمن ديال المنتخب المغربي، لاعب واخا ضيعنا ضربه جزاء مع منتخب جنوب افريقيا، ولكن كيبقى من الكوادر اللي ما تقدرش تخلى عليها بتاتا في المنتخب المغربي صراحه. هذا لاعب كبير اشرف حكيمي، يدخل في الموسم الثالث ديالو، ماشي تقرر الموسم، حنا في 24 فبراير الموسم ماشي النهايه ديالو في الدول الاوروبيه. أشرف حكيمي كيتعتبر من العناصر الرائعة داخل المنتخب الوطني المغربي، عنصر جيد ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحة أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، كيبقى من الأسماء الكبيرة. وعمشيو للاعب فريق الوداد البيضاوي أيوب علود، لاعب فريق الوداد البيضاوي اللي هو من العناصر الجيدة ديال المنتخب بطبيعة الوداد البيضاوي، فارض الاسم ديالو فريق الوداد البيضاوي، ولكن في المنتخب المغربي صراحة في تواجد أشرف حكيمي، مزراوي، محمد الشيبي، كتشوف صعب صعب باش، خاصة مع أشرف حكيمي مسألة صعيبة باش يضمن الأساسية ديالو، الأساسية كنظن ما كنظنش، ولكن المهم باش يلعب وصافي. كنظن كان هذا اللي في شهر نوفمبر ضد المواجهة اللي كانت عندنا مع تنزانيا بمناسبة تصفية كأس العالم، لقاء اللي قلنا أنذاك فزنا بجوج لزيرو، كنظن كان طلع معنا تنزانيا، ولكن كان كنظن لعب معنا اشرف حكيمي اللي كان ضيع ضربه الجزاء هناك، ولكن هيداك فزنا بجوج الاصابات اللي صاب الهدف حكيم زياش والهدف ضد المرمى ديالهم سجلوهما تنزانيا. يمشي للدائره الايسر يحيى عطيه الله اللي اختار اختيار كنظن ماشي ناجح بزاف انه يمشي للدوري الروسي، ما عرفت صراحه هذا الاختيار شني شني زعما منه، ما عرفت انا صراحه يحيى عطيه الله هذا الاختيار اللي عمل انه يمشي للدوري الروسي، وحنا عارفين الجو الصعب الصعب اللي كيكون في روسيا، البرد القارس ماشي نفس الجو المغربي او في اوروبا مثلا، روسيا صعب اللاعب يتكيف هناك الجو ديالها، وصعب باش كنظن كان مشى اللاعب مصطفى بيدودان، وكنظن مشى كان خالد فهامي، وكنظن هادو اللي كانوا مشاو للدوري الروسي. ما كنعتقدش ان يحيى عطيه الله يجبر راحته بزاف تما، هو سبق له احترف الدوري اليوناني اللي هو ماشي دوري كبير عاوتاني في اوروبا، مشيو عند يوسف الخديم لاعب الرادي في ريال مدريد، مع عمرو لعب في المنتخب المغربي، لعب 18 سنه، ممكن يفكنا هاد المشاكل الكبيره اللي كنعاني منها في الظهير الايسر، ممكن يوسف الخديم يفكنا هاد المشاكل الكبيره بطبيعه الحال، لاعب اللي في المستوى صراحه اللاعب اللي عنده 18 سنه مستوى مزيان، مع ممكن يكون مع المنتخب المغربي، وحنا عندنا مشاكل عده في مركز الظهير الايسر، وكنشوفوا كان هذا كيب المزراوي كان اللي هو ظهير ايمن، وكان عملوه كظهير ايسر، ولكن ممكن يوسف الخديم اللي عنده 18 سنه ممكن يفكنا هاد المشاكل العده بطبيعه الحال اللي عندنا في المنتخب المغربي في مركز الظهير الايسر بطبيعه الحال، لاعب اللي كيتصنف من المواهب بطبيعه الحال قويه اللي ممكن تكون عندنا في المنتخب المغربي، لاعب عنده 18 سنه وكان عنده حظوظ كبيره يطلع مع المنتخب المغربي الالعاب الاولمبيه اللي عتكون بفرنسا، كنظن اختيارات عصام الشرعي او لجا عموته بطبيعه الحال عتكون اختيارات صعبه صعبه، لان كتختاري 18 لاعب منهم كنظن جوج الحراس و16 لاعب، وكتطلع ثلاثه د العناصر اللي عندهم 23 عام فوق، كنظن 16 منتخب اللي يشارك في الالعاب الاولمبيه
كيكونوا كنظن 4 ديال المجموعات. اذا هادشي اللي كاين، هذه اللائحه المتوقعه بطبيعه الحال كانت الاقوى كنقول انا، ماشي متوقعه، هادشي اللي كاين. شكرا.